الرئيس السيسي يؤكد لوفد الشيوخ الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والجانبان يجددان رفض محاولات تهجير الفلسطينيين. في اليوم 90 من العدوان، مجازر إسرائيلية بحق المدنيين في غزة، وتحذير فلسطيني من عدم استقرار المنطقة بسبب انتهاكات الاحتلال. العدل الدولي تحدد 11 من الشهر الجاري موعداً للنظر في دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، والولايات المتحدة تبدي انحيازها لسلطات الاحتلال. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة وتأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا أمريكيا يضم كل من السيناتور كريستوفر فان هولن والسيناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة خاصة في قطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا أمريكيا يضم كل من السيناتور كريستوفر فان هولن والسيناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة، حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس للسياق العام للوضع الحالي التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما جدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموماً بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وقد أشاد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص، وبمساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية. جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لأي محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع. جاء ذلك خلال استقباله السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي عضوي لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار جولة إقليمية بالمنطقة، حيث استعرض شكري موقف مصر من تطورات الوضع في غزة والاتصالات التي تطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والإنساني، مؤكدا أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها المكثفة على أنحاء قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، ذلك لليوم 90 من العدوان غير المسبوق على القطاع. واستهدفت الغارات منازل المواطنين في شمال ووسط وجنوب القطاع،
ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت عددا من المجازر ضد المدنيين في مناطق أعلنتها آمنة للنزوح، ما أوقع عشرات الشهداء. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 125 شهيدا و318 إصابة، معظمهم من النساء والأطفال، ومشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 1876 مجزرة خلال 90 يوما. كما أعلنت الصحة الفلسطينية في حصيلة غير نهائية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22438 شهيدا و57614 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. للشهر الثالث على التوالي يتواصل عدوان إسرائيل على قطاع غزة جوا وبحرا وبرا. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف خلال الأيام الماضية استهدافه وسط وجنوب القطاع، خصوصا مخيمات البريق والنصيرات وخان يونس، مما تسبب في حصيلة ضخمة من الشهداء والمصابين امتلأت بهم المستشفيات المحدودة التي لا تزال تعمل في غزة. وتجاوزت حصيلة العدوان المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 22,000 شهيد، فيما اقترب عدد الجرحى من نحو 60,000. 90 يوما من العمليات العسكرية الإسرائيلية من قصف جوي ومدفعي واجتياحات وعمليات برية واستهدافات وقنص وأحزمة نارية نالت مناطق واسعة من القطاع. وفي الضفة الغربية يواصل الاحتلال اقتحاماته للمدن والبلدات الفلسطينية، منفذا عمليات اعتقال واسعة بحق الفلسطينيين في عدة أحياء وضواح منها مدينة طول كرم. ولا تتوقف ممارسات الاحتلال عن الاقتحامات والاعتقالات، بل يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف وتدمير ممنهجة لشوارع ومدن الضفة، ممارسات تكشف عن تعمد إسرائيل القضاء على كافة أشكال الحياة للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يعاني تحديدا أوضاعا إنسانية قاسية، مع مواصلة سلطات الاحتلال التضييق على وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مناطق القطاع. أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بلغ نحو 1,000,000 نازح منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي أن محافظة رفح أصبحت الآن ملجأ رئيسيا للنازحين، حيث يعيش أكثر من 1,000,000 فلسطيني في منطقة مكتظة للغاية في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي. تستمر معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنعهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية، حيث يواجه سكان القطاع نقصا كبيرا في المياه فضلا عن نقص المواد الغذائية وظهور العديد من المشاكل الصحية. بالنسبة للمي مقطوعة كتير، يعني ما فيش مي، زي ما انتم شايفين الناس بتصف طوابير وبتلف الحواري عشان بس يجيب شربة مي لأولادها.
ومشاكل بنعانيها في حتى في مراكز الإيواء جوا، ما فيش لا في مي ولا في خدمات ولا في عناية ولا في نظافة، والصرف الصحي بين الخيام وفي الصفوف سببت أمراض للأطفال ولكبار السن اللي بيعانوا من مشاكل صحية. وزي ما انتم شايفين كمان ما في الشوارع اكوام اكوام، ومفيش لا بلديات ولا وكالة بتهتم بالناس. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة في غزة خلال 24 ساعة الماضية. يأتي ذلك بينما أعلنت حركة حماس قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف هاون، موضحة أنه تم تدمير 4 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 وشمال خان يونس جنوبي قطاع غزة وبواسط القطاع. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك، ذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى الفلسطينيين من الدخول إليه. وإلى لبنان، حيث قتل 4 عناصر من حزب الله جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوبي لبنان. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن غارة وسط بلدة الناقورة، أحدثت دويا هائلا ودمرت منزلا وألحقت أضرارا بالمنازل المحيطة. وبذلك يرتفع عدد القتلى في لبنان منذ بدء التصعيد إلى 175 شخصا، بينهم 129 عنصرا من حزب الله. ولا زلنا في لبنان، حيث شيع الآلاف جثامين صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من مرافقيه في جنازة حاشدة في بيروت، وحتى مقابر الشهداء في مخيم شاتيلة بالعاصمة بيروت. من جانبهم، ندد المشاركون في الجنازة بالعملية الإسرائيلية التي نفذت في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت مساء أمس الأول، حين تم استهداف العروري ورفاقه بصواريخ موجهة في مبنى سكني بالعاصمة اللبنانية. أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة طول كرم ومخيمي طول كرم ونور شمس لليوم الثالث على التوالي يأتي استكمالا للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا إن عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية لن تحقق الأمن والاستقرار سواء في فلسطين أو في المنطقة برمتها، خاصة اعتداءات المستوطنين على المدن والقرى والمخيمات بحماية قوات الاحتلال التي ستدفع بالأمور إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية التي تدين وترفض دعوات وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأثنت الوزارة على الموقف الذي صدر عن الخارجية الألمانية برفض تهجير الشعب الفلسطيني وتقليص مساحة قطاع غزة، وعلى أهمية التمسك بحل الدولتين. كما رحبت بإدانة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين والتي وصفها بأنها غير مسؤولة. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم جولة شرق أوسطية جديدة تشمل إسرائيل. وتأتي زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة منذ 3 أشهر على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وستكون هذه الزيارة الرسمية 5 لبلينكن إلى إسرائيل والرابعة له إلى المنطقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي. أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 من يناير الجاري، ذلك للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه الولايات المتحدة ارتكاب الاحتلال أي إبادة جماعية في غزة، متجاهلة مشاهد الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ. إصدار حكم إدانة من محكمة العدل الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة قد يكون سبيلاً لتهدئة النيران وأصوات الانفجارات ورائحة البارود التي لا يستنشق سكان غزة غيرها على مدار 3 أشهر. حددت محكمة العدل الدولية يومي 11 و12 من يناير لعقد جلسة علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل. وتزامناً مع الموافقة الإسرائيلية للمثول أمام المحكمة، تسابقت الولايات المتحدة للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه لتنفي عنه تلك التهم، مؤكدة على لسان وزارة خارجيتها أن إسرائيل لم ترتكب أي إبادة جماعية في غزة، متجاهلة مشاهد الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ وجثثهم التي تناثرت في شوارع غزة بعد أن دمرتها آليات الجيش الإسرائيلي. اعتادت إسرائيل أن تفعل ما تشاء، فلها الحق في حصار شعب بأكمله وقطع كافة سبل الحياة من غذاء ومياه ومأوى عنه وقتله بدم بارد على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بل والمطالبة بتهجيره من أرضه لأنه يمثل لها قلقاً. اقتحموا المستشفيات، دمروها، هددوا المرضى في غرف إنعاشهم، أخرجوا عشرات الأطفال من الحضانات ليموتوا بسبب فقدان الرعاية. كل هذا من وجهة النظر الأمريكية ليس إبادة جماعية. وحال أن وجهت محكمة العدل الدولية اتهاماً إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية، فإن هذا القرار الذي يعتبر غير ملزم سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل، خصوصاً أن أصواتاً عدة حول العالم تعالت مؤخراً للتنديد بالانتهاكات الوحشية التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة. أرجعت المحكمة العليا في إسرائيل تطبيق تعديل على قانون أساسي من شأنه أن يحمي رئيس الوزراء من إجباره على التنحي إذا أمر المدعي العام أو المحكمة العليا بذلك. وجاء في بيان صادر عن المحكمة أنها ستؤجل حتى الدورة المقبلة للبرلمان الإسرائيلي التعديل الذي قالت إنه من الواضح أنه ذو طبيعة شخصية ويشكل إساءة استخدام للسلطات التأسيسية للكنيسة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ذلك لإنشاء خيم للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن المرحلة الأولى تضم 300 خيمة وتصل إلى 1000 خيمة لخدمة النازحين غير القادرين على إيجاد مكان لإيوائهم، إلى جانب التنسيق مع معبر رفح لاستلام المساعدات. وأشار إلى أن هناك استمرارا لعمليات القصف للمراكز الطبية ومحيطها، ومنها مستشفى الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، كما تم استهداف مدارس ومستشفيات ومقرات تابعة للهيئات الدولية بالرغم من وجود الإحداثيات لدى قوات الاحتلال.
يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين ورعايا الدول، حيث دخلت عبر المعبر اليوم 150 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وأربع شاحنات وقود، فضلا عن سيارات إسعاف مقدمة من السعودية والكويت. كما وصل من الجانب الفلسطيني عبر المعبر دفعة جديدة من المصابين والجرحى يجري نقلهم تباعا للعلاج في المستشفيات المصرية، إضافة لوصول أعداد جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية الذين يغادرون غزة في طريقهم لبلدانهم. هذا ومن المقرر أن يتفقد معبر رفح غدا عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي برفقة السفيرة الأمريكية. كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، ذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. وتشهد مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر والدول المختلفة لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتنسق جمعية الهلال الأحمر المصري وصول هذه الشاحنات بالتعاون مع نظيرتها الفلسطينية عبر معبر رفح البرية. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. مع تواصل الاعتداءات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بريطانيا تهدد باتخاذ إجراء دولي وسط تحذيرات من تفاقم التوترات الإقليمية. قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري إن مسلحين قد صعدوا على ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا على بعد 458 ميلا، ذلك من جنوب شرق إيل بالصومال. وقال بيان للشركة إن السفينة كانت متجهة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين، مشيرة إلى أنها تلقت معلومات استخباراتية عن صواريخ تم إطلاقها من تعز اليمنية باتجاه باب المندب. في سياق متصل، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن الهجمات التي تقع في ممرات الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، وإلا سيتم اتخاذ إجراء دولي، مع رفضه تحديد الإجراء الذي ستتخذه بريطانيا. وقال كاميرون للصحفيين خلال زيارة لكوسوفو إن ما يحدث أمر غير قانوني ولا يتعلق بغزة ولا بإسرائيل، وإنما يتعلق بحرية الملاحة وبقدرة السفن على توصيل شحناتها، مضيفا أن الاقتصاد العالمي سيعاني إذا استمر تعرض السفن للهجوم بهذا الشكل غير القانوني، مشددا على أنه لابد أن تتوقف هذه الهجمات. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث السلم والأمن الدوليين في البحر الأحمر، وخلال الجلسة حضر مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وأسيا والمحيط الهادئ خالد خياري من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر، كذلك خطر تفاقم التوترات الإقليمية. تواصل الأمم المتحدة التحذير من التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية السلبية للتصعيد العسكري في البحر الأحمر ومخاطر تفاقم التوترات الإقليمية. لا تزال تهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة البحرية إلى جانب خطر حدوث المزيد من التصعيد العسكري تشكل مصدر قلق بالغ، ويمكن أن يؤثر على الملايين في اليمن وفي المنطقة وفي العالم. بدوره قال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كريس لو، قال إن التهديد الذي تتعرض له الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر يمثل تحديا عالميا يتطلب استجابة عالمية،
وأضاف كريس أن هجمات قوات الحوثي تشكل تداعيات خطيرة على الأمن البحري والشحن والتجارة الداخلية. خلال اجتماع المجلس قبل ما يزيد قليلا عن أسبوعين، أعرب العديد من الوفود عن وجهة نظر مفادها أن المجلس يتحمل مسؤولية المساعدة في ضمان استمرار التدفق الحر للعبور القانوني عبر البحر الأحمر من دون عوائق. واليوم في ضوء الدعم الواسع للمجلس ومع استمرار العمل واستمرار هجمات الحوثيين، تعتقد الولايات المتحدة أننا عند نقطة مفصلية، حيث تشكل هذه الهجمات تداعيات خطيرة على الأمن البحري والشحن والتجارة الدولية. إن التهديد الذي تتعرض له الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر يمثل تحديا عالميا يتطلب استجابة عالمية. ارتفعت أسعار الشحن البحري بعد هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة ميرسك في مطلع الأسبوع، ما دفع شركة الشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر. وقال يهوذا ليفن رئيس الأبحاث في فيرتوس إن بعض شركات الشحن أعلنت عن أسعار تزيد عن 6000 دولار لكل حاوية طولها 12 مترا لشاحنات البحر المتوسط، ذلك بدءا من منتصف الشهر. مع تصاعد التهديدات والتحذيرات من مواجهة عسكرية واسعة النطاق في البحر الأحمر ودخول أطراف أخرى على خط الصراع، حضت الولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة حليفة حضت قوات الحوثي على الوقف الفوري للهجمات على السفن بالبحر الأحمر. التحالف في بيان قال إن على قوات الحوثي أن تتحمل مسؤولية العواقب إذا استمرت في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة. يأتي البيان بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنظر في احتمال توجيه ضربات مباشرة لقوات الحوثي إذا تواصلت الهجمات. وأرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات دوايت دي آيزنهاور إلى المنطقة، وحذت حذوها بريطانيا بإرسالها المدمرة HMS لتعزيز قوة الحماية البحرية البريطانية الموجودة في المنطقة. ووسط تصاعد الهجمات على السفن، غيرت 18 شركة شحن مسار سفنها حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وفق ما أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أشارت أيضا إلى أن هذا يمثل 10 أيام إضافية إلى الرحلات وتأثيرا سلبيا على التجارة وعلى زيادة كلفة الشحن. تداعيات التهديدات في البحر الأحمر تبدو كارثية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، فالأمن البحري بات تحت مخاوف واسعة من الشركات والدول على حد سواء، حيث برزت بشكل واضح فيما يتعلق بشركات التأمين وتكاليف التجارة البحرية. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مدينة كرمان جنوبي إيران، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضحايا ودعواتها للمصابين بالشفاء. أدنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات بجروح. ودعا غوتيريش بحسب مركز إعلام للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، معربا عن تعازيه القلبية لأسر الضحايا وشعب وحكومة إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. But pointing fingers and pointing guns lead nowhere. Humanity is strongest when we stand together. 2024 must be a year for rebuilding trust and restoring hope. وإلى العراق، حيث ارتفعت حصيلة القصف الذي استهدف مقرا أمنيا بالعاصمة العراقية بغداد إلى قتيلين وإصابة 6 آخرين. وأفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصادر أمنية بأن القصف الصاروخي الذي وقع في شارع فلسطين شرق بغداد نفذته طائرات يعتقد أنها أمريكية. هذا وطوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان القصف.
أكد الجيش العراقي أن استهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد بعمل إرهابي بواسطة طائرة مسيرة يعد اعتداء سافرا وتعديا صارخا على سيادة العراق وعلى أمنها. وفي بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، حمل الجيش العراقي قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر، ذلك على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها، معتبرا هذا الاستهداف تصعيدا خطيرا واعتداء على العراق ذاته. أعلن سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أعلن أن بلاده تقدمت بطلب إلى جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، جاء ذلك لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر. وأكد السفير الصومالي ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مشددا على موقف بلاده الرافض لتلك الخطوة، واعتبرها عملا عدوانيا يهدد حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة. انضم الاتحاد الأفريقي إلى الولايات المتحدة في الدعوة إلى الهدوء في منطقة القرن الأفريقي بعد تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب اتفاق متنازع عليه بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية. وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي بيانا دعا فيه إلى الهدوء والاحترام المتبادل لتهدئة التوتر المتصاعد بين إثيوبيا والصومال، كما حث على الامتناع عن أي عمل قد يؤدي عن غير قصد إلى تدهور العلاقات بين البلدين الجارين في شرق أفريقيا. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح للأجانب الذين يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم. وجاء في المرسوم أن الأشخاص الذين وقعوا عقودا خلال ما تسميه موسكو عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم. وتشمل قائمة المؤهلين الأشخاص الذين وقعوا عقودا مع الجيش النظامي أو التشكيلات العسكرية الأخرى، وهو وصف يمكن أن ينطبق على مجموعات مثل مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة. أعلنت القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو نيتها عن شراء 1000 صاروخ من طراز باتريوت بهدف تعزيز الدفاعات الجوية لدول الحلف في إطار خطط شاملة للحلف، ذلك لتطوير منظومات الدفاع الجوي لكل من ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا بشكل خاص. وأوضح بيان أصدرته قيادة الحلف أنه سيتم تنفيذ خطة لتعزيز قدرة دول الحلف على إنتاج منظومات الصواريخ أرض جو، مع العمل على إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية من الذخائر المستنفذة في ترسانات دول الحلف. يأتي ذلك في ضوء كثافة الهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات التي نفذتها روسيا خلال عام 2023 ضد أوكرانيا. رصدت وزارة الدفاع التايوانية 3 مناطيد صينية تحلق فوق مضيق تايوان، أحدهما حلق فوق الجزيرة لليوم الثاني على التوالي. وتعيش تايوان حالة تأهب قصوى تحسبا للأنشطة الصينية سواء العسكرية أو السياسية قبل الانتخابات الرئاسية البرلمانية المقررة في 13 من يناير. وتقول تايوان إن الصين تمارس ضغوطا عسكرية واقتصادية لمحاولة التدخل في الانتخابات. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن سول وواشنطن تجريان تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع بيونغ يانغ، ذلك لتعزيز الاستعداد القتالي المشترك. وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه تمت الاستعانة بوحدة مشاة ميكانيكية للعاصمة وفريق اللواء القتالي سترايكر من فرقة المشاة الثانية الأمريكية في التدريبات التي جرت في مدينة بوتشون في الحدودية، ذلك لمدة أسبوع منذ 29 من ديسمبر الماضي.
طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والتي تقضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية. كان محامو ترامب قد طعنوا أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية، واعتبرت الولايتان أن الرئيس السابق ليس أهلاً لتولي منصب الرئاسة الأمريكية بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 6 يناير 2021. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير قطاع الأعمال العام محمد عصمت في إطار متابعة جهود تطوير محالق القطن وإعادة تأهيلها، ذلك ضمن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج. وشهد اللقاء متابعة الجهود الحالية التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالق ومصانع الغزل والنسيج. تابع رئيس الوزراء مع وزير الزراعة عددا من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها زراعة محصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بمحور تحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال اجتماعه بوزير الزراعة السيد القصير لمتابعة أعمال الوزارة، كما استعرض رئيس الوزراء موقف عدد كبير من المحاصيل الزراعية التي تم التأكيد على توافرها في الأسواق بكميات وبأسعار مناسبة، حيث تمت الإشارة إلى جهود الوزارة في ضخ المزيد من الكميات من هذه المحاصيل عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من هذه المنتجات. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تشكيله الجديد، ذلك بحضور عدد من الوزراء. وخلال الاجتماع استعرض عدد من أنشطة الصندوق خلال عام 2023، وتمت الإشارة لجهود الصندوق في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم العمل على تنفيذ مبادرة قرية بلا إدمان في القرى المستهدفة، وتنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة في 740 قرية داخل 18 محافظة حتى الآن. تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال زيارته لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أعرب مدبولي عن تقديره لمواقف البابا من أجل وحدة وتماسك الشعب المصري، خاصة وقت التحديات والأزمات. من جهته أشار البابا توادروس إلى أنه رغم كل التحديات والأزمات ورغم بيانات وأرقام المسؤولين الاقتصاديين، فإن لديه ثقة بأن يد الله ترعى مصر. هنأ الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأشار وزير الدفاع إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هو احتفال بمعاني المحبة والتسامح التي دعت لها جميع الشرائع السماوية لنبذ التطرف ونشر الخير على الأرض. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بتقديم التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة مرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح يمثل إحياء لقيم المحبة والتسامح والسلام التي دعت إليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف، معربا عن اعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط الذين يؤدون مهامهم الوطنية للحفاظ على تراب هذا الوطن وصون أمن شعبه العظيم، ومؤكدا أن مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا لكل الشعوب
وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل. من جانبه قدم قداسة البابا تودروس الثاني الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكدا على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن، وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، متمنيا دوام التوفيق لمصرنا الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التي ستظل دائما درعا قويا وحصنا منيعا لمصر وشعبها. قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وقد أعرب وزير الداخلية عن أصدق تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا على أن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة. كما أشاد الوزير بالدور الوطني المشرف للكنيسة المصرية والذي ظل على مدار العصور مثالا يحتذى به في إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كافة أبناء الوطن الواحد، وأنها كانت دائما في مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطني. من جانبه أشاد البابا تودروس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في مواجهة التحديات، مؤكدا على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن. توجه وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ذلك لتقديم التهنئة للبابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال اللقاء أعرب فؤاد عن تهنئته لقداسة البابا وجميع الأخوة المسيحيين شركاء الوطن، مؤكدا أن وحدة النسيج المصري الفريد والتآلف القوي والأصيل بين الشعب تاريخي ومشهود عبر العصور. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، والتي تأتي في إطار المتابعة الميدانية الاستراتيجية لاستراتيجية التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة. وقام الفريق أسامة عسكر بالمرور على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات التي تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات لأساليب التعليم المتطورة، كما ناقش عددا من المعلمين والمتدربين في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني للأسلحة والمعدات. شهد قطاع الزراعة طفرة غير مسبوقة خلال العام الماضي نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية، خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة. واستهدفت النهضة تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى. المزيد تستعرضه الزميلة ميرنا إيهاب. أهلا بكم. شهد القطاع الزراعي خلال عام 2023 إنجازات متميزة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، ومكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية التي ضربت العالم ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة. استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية المستدامة أطلقتها الدولة ضمن رؤية مصر 2030 من أجل الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. الحكومة اعتمدت تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان. الدولة أطلقت العديد من المشروعات القومية في مجال الزراعة، من أهمها
تشكى الخير بمساحة تزيد عن مليون فدان، بالإضافة لمشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة تزيد عن مليوني فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة تقدر ب 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان. الجهود الحكومية أيضا أسفرت عن زيادة الصادرات الزراعية، حيث أصبح هناك 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقا على مستوى العالم، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استعادة مصر ريادتها فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية التي تتوافق مع أحدث المقاييس العالمية. الدولة اتخذت أيضا إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في الساعات التخزينية، وذلك من خلال المشروع القومي للصوامع الذي بلغت قدرته التخزينية أكثر من 5.5 مليون طن، كما تم تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول. إنجازات عديدة تحققت في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي خلال عام 2023، وهو ما لعب دورا هاما في تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد. أما الآن مع وقفتنا الاقتصادية، أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ومرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكما يوسف وحكمة، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو يقدر ب 46 مليون دولار في ديسمبر الماضي. وأضاف البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 35.219 مليار دولار، مقارنة بنحو 35.173 مليار دولار في نوفمبر السابق له. قرر بنك مصر إعادة إصدار العائل الادخاري الجديد شهادة طلعت حرب، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويا تصرف بنهاية مدة الشهادة. وذكر البنك أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريا بعائد يقدر ب 23.5 سنويا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا تناول دور معدن الألومنيوم في مستقبل الاقتصاد العالمي. أوضح المركز أن السيناريو المستقبلي المحتمل ينطوي على توسع في الطلب العالمي على الألومنيوم، ذلك بسبب الانتشار الكبير للطاقة الشمسية الكهروضوئية كثيفة الاستخدام للألومنيوم. وتبذل مصر جهودا حثيثة لتطوير منظومة صناعة الألومنيوم لدورها الحيوي في عملية التنمية التجارية في القطاعات كافة، وتستهدف مصر تحسين بيئة صناعة الألومنيوم وتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة.
اجتمعت وزيرة التعاون الدولي بمسؤولي البنك الدولي لمناقشة الدعم الفني الموجه للشركات المملوكة للدولة. استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في مجال الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة وإجراءات تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما ناقش الاجتماع تطورات إعداد الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوتر بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا وصعدت العقود الأجلة لمزيج برنت بحوالي 0.8% لتبلغ 78.14 دولارا للبرميل. كذلك قفزت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنحو يقدر ب 0.18% ليسجل 72.7 دولارا للبرميل. هذا وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 44% لتصل إلى 2.61 دولار للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 4.5% لتسجل 2.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجلت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا ارتفاعاً في عام 2023 حسب ما أظهرت بيانات رسمية، لكن توقف برامج دعم حكومية أدى إلى تراجع مبيعات السيارات الكهربائية لصالح تلك العاملة بالوقود الأحفوري. وكشفت الهيئة الفيدرالية للنقل عن بيع 2.8 مليون سيارة جديدة في أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي، أي بزيادة بنسبة تقدر ب 7.3% عن عام 2022. ومن بين مختلف أنواع المحركات سجلت مبيعات السيارات العاملة بالوقود أكبر ارتفاعاً بلغ 13.3% مقارنة بعام 2022 مع بيع 979 ألف سيارة. أظهر مسح صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز 500 أن انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو استمر في نهاية عام 2023 بسبب التراجع المتواصل في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن اقتصاد التكتل يعاني من الركود. وجرى تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد أند بورز بالرفع لشهر ديسمبر، ويشير ذلك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة والذي انكمش بنسبة تقدر ب 0.1% في الربع الثالث من عام 2023 من المحتمل أن ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير، وهو ما يمثل التعريف الفني للركود. انتهت أخبار الاقتصاد وأعود إليكم مرة أخرى يوسف وحكمة. شكرا لك ميرنا. احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي لبرايل والذي يوافق الرابع من يناير من كل عام، والذي يحتفل به منذ عام 2019، ذلك لإذكاء الوعي بأهمية لغة برايل بوصفها كوسيلة للتواصل في الأعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة تمثل لغة برايل عرضاً للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام 6 نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد بما في ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم. ويستخدم المكفوفون وضعاف البصر لغة برايل التي سميت بهذا الاسم تيموناً باسم مخترعها في القرن 19 الفرنسي لويس برايل لقراءة نفس الكتب والنشرات الدورية المطبوعة بالخط المرئي
بما يكفل لهم الحصول على المعلومات المهمة، وهو ما يعد مؤشرا على الكفاءة والاستقلال والمساواة. أعلنت الحكومة الفرنسية عن تحرك استثنائي بالنسبة إلى شمال البلاد الذي شهد بداية موجة جديدة من الفيضانات غير المسبوقة. وتتساقط الأمطار الغزيرة على شمال شرق فرنسا منذ الثلاثاء الماضي، وهو ما أدى إلى مصرع شخص واحد على الأقل، بينما يحذر الخبراء من تفاقم الوضع في منطقة أردن شمال شرق البلاد التي لا تزال مناطق بها غارقة بالمياه. وإلى أخبار الأرصاد الجوية نعود فيها مرة أخرى إلى ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم يوسف وحكمت. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، بارد على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان لدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، الإسكندرية 21-13، مطروح 20-10، بورسعيد 21-11، والإسماعيلية 22-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 11، العريش 21-10، طابة 22-13، شرم الشيخ 24-16، والغردقة 24-16. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 10، أسوان 25-11، الوادي الجديد 23-10، شلاتين 26-18، وأخيرا حلايب العظمى 25 درجة والصغرى 19. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في هذا اليوم.
أخبارنا انتهت، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد لوفد الشيوخ الأمريكية على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والجانبان يجددان رفض محاولات تهجير الفلسطينيين. في اليوم 90 من العدوان، مجازر إسرائيلية بحق المدنيين في غزة، وتحذير فلسطيني من عدم استقرار المنطقة بسبب انتهاكات الاحتلال. العدل الدولية تحدد 11 من الشهر الجاري كموعد للنظر في دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، والولايات المتحدة تبدي انحيازها لسلطات الاحتلال. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. وهدير أبو زيد، مساء الخير هدير. مساء الخير يا يوسف، مساء الخير يا حكمة، وكل سنة وانتم طيبين. داخلين على لونج ويك اند واجازات، ربنا كده يجعل دايما ايامنا كلها اعياد واجازات. يا رب. امين يا رب. ان شاء الله وينعم علينا بالامن والاستقرار الدائم ان شاء الله وكل الدول العربية يا رب. ان شاء الله. امين يا رب. ان شاء الله كل التوفيق. حلقة النهاردة اكيد مختلف حلقة الخميس، فبتمنى لك التوفيق ان شاء الله فيها. على قد ما نقدر حلقة الويك اند بنحاول يعني نشوف موضوعات تهم الناس على قد ما نقدر، نشوف كمان اخبار الفن طول الوقت يعني. جميل. برضو دي أخبار كتير بتهم الناس. الحديث دايما لما بيبقى ليه علاقة بالفن والفنانين بيبقى حديث قريب من قلوب الناس. احنا كده هنستنى بقى نشوف. موفقة يا هدير إن شاء الله. أشكركم وأشكر كل صناع نشرة التاسعة، وأستأذنكم نبدأ حلقة. فضل. فضل.